أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض العوام عندما تنزل مصيبة لشخص ما: يا عزتي له أو وعزاه، فما حكم هذه الألفاظ؟ يبدأ تجنب هذه الألفاظ. إن كان يقصدون العزة فهذا لا يجوز، هذا اعتزاز بالصنم أو نداء للصنم ولا يجوز. ما إن كان من باب العوائد وما يجري على اللسان فينبغي تركه. نعم.